السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة الكبير قبل الصغير بيحبها، وصفة سهلة ولذيذة وسريعة التحضير، وفي نفس الوقت الشكل زي ما انتوا شايفين. الدونات عملته بطريقة مفيش أطعم ولا أحلى من كده، طريقته سهلة، مكوناته بسيطة، هتلاقيها داخل جوه مطبخ وشكله زي ما انتوا عايزين. يعني التزيين ده لعبتك، كل واحد وشطارته. زي ما انتوا شايفين كده شكله يجنن بصراحة، ينفعك في مشروع لللانش بوكس كده لولادك، لأعياد ميلاد، حاجة كده 100 فل و14. وكمان زي ما بقولك كده مكوناته سهلة جدا وطريقة التزيين 100 فل 14. يلا بينا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى واطعم دوناتس ده ازاي. خليكي معايا. اول حاجة اجيبها كوبايتين من اللبن الدافي، اهم حاجة يكون دافي كده، يعني مش عايزاه سخن، تمام. وحطيت عليه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. ابتدي اقلب اقلب كل معلقة لحد ما الخليط يندمج مع بعضه. بعد كده ابدأ انزل عليها ببيضاية، عشان خاطر البيض لازم نحط فانيليا. وقلب قلب قلب يا معلم لحد ما الخليط يندمج مع بعضه. بعد كده هبدا انزل بقى ايه بكميه الدقيق اللي عندي. انا مستخدمه كده حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا بتحطي كميه الدقيق واحده واحده، وتشوفي بقى لحسب ما يتشرب معاكي، لان نوع الدقيق اللي عندي غير الدقيق اللي عندك. وبعد كده جبت كيك شيف او بيكنج باودر، وابدا احط نص الباكو ورشة بسيطة كده من الملح معاهم، وقلب قلب قلب كله، وعجنيهم لحد كده ما تبقى كويرة متماسكة. احنا مش عايزين عجن، بمجرد بس ما تتلم كله مع بعضه. كده معايا العجينة زي الفل اهي. ابدأ اسيبها كده؟ لا طبعا ما يرضينيش. هبدأ اجيب ايه مقدار كده ربع كوباية من الزبدة السايحة، مش عايزاها سخنة، انا عايزة الزبدة سايحة كده بدرجة حرارة الغرفة. وابدأي بقى لمي كل العجينة لحد ما تتشرب بكمية الزبدة اللي عندك. كده العجينة معايا زي الفل اهي، اتلمت كلها من الطبق. ابدأ بقى اسيبها تخمر، يعني مجرد نص ساعة كده، وغطي عليها وحطيها في مكان دافي وسيبيها تخمر. بعد ما عدى نص ساعة العجينة اختمرت وبقت زي العسل اهي. هي دي العجينة، ولا بتلزق في ايديكي ولا اي حاجة. ابتدي بقى هات المفرش بتاعك وابتدي كده رش عليه شوية من الدقيق، وابتدي كوريها كده، اقسميها نصين بقى، يعني كل واحد على حسب ما يحب. عايزة تعجنيها كده تفرديها كلها كده مرة واحدة، مفيش اي مشاكل. انا عايزة السمك بتاعها يعني 1 سنتي كده، علشان هسيبها تخمر تاني. جبت الآلة او الأداة اللي هي بتاعت الدوناتس، وابتدي بقى ايه اعملي بيها الاشكال بتاعت الدوناتس دي او اي كوباية عندك. الجيش قالك اتصرفي وغطى ازازة، يعني اعملي الحتة اللي في النص دي. كل واحد يعني، بصي يعني تصرفي تصرفي، خليكي ست بيت شطورة. هبدأ اسيبها تخمر كمان مرة، والعجين الزايد ده هبدأ المه وابتدي تاني يعني افرده، وبعد كده اعمل اشكال الدوناتس دي. اهم حاجة حطي دقيق كده من تحت عشان خاطر ما يلزقش معاكي. عايزة تعمليه في زيت مفيش مشاكل، عايزة تعمليه في الفرن من تحت مفيش اي مشاكل، كل واحد زي ما يحب. النهاردة انا هعمله في الزيت من فوق، يعني هو مش هيشرب معاكي زيت خالص، وهيبقى معاكي زي العسل، هيستاهل بقكم. هتاكليه كده سادة، هتاكليه كده، هي دي الكمية. وكمان كان عامل معايا صاج كمان، كل ده بكوبايتين ونص من الدقيق. الزيت بتاعك على نار بقى، اهم حاجة تكون الاول نار عالية، وبعد كده هبتدي اهدي عليه النار عشان ما يتحرقش معاكي. اول ما تنزلي الدوناتس ابتدي كده شربيه من الزيت من فوق عشان خاطر الحجم بتاعه يتضاعف. اول كده ما تلاقي القعر بتاعه اخد لون ابتدي اقلبيه الناحية التانية. عملت برضو الاشكال دي، يعني دي ممكن تحشيها من جوه نوتيلا او صوص شوكولاتة او زي ما تحبي، او ممكن بتزينيها من فوق عادي خالص. اهم حاجة تكون النار متوسطة عشان ما يتحرقش معاكي. هو ده اللون الحلو، يعني هو لونه حلو، يعني اللي هو اللون الذهبي. ابدأ بقى خلصي كل الكمية اللي عندك، هو مش هياخد في ايدك وقت خالص.
لونه ذهبي حلو ومميز. هاتي بقى التزيين بتاعك زي ما تحبي. انا النهارده مستخدمه شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه. الشوكولاته الغامقه من دريم والشوكولاته البيضه من سما، الاثنين نوع كويسين جدا طبعا، دول بالنسبه للناس اللي هم في مصر. بصي الدوناتس معاكي زي العسل، طري وحلو وهش من جوه، يعني هو اصلا يتاكل لوحده كده. بصوا مفرغ من جوه ازاي، حاجه كده زي العسل. هتعملي بقى في اعياد ميلاد لللانش بوكس فكره مشروع 100 فل و14. دوبت الشوكولاته اللي عندي وابتدي بقى زيني بيها الشكل اللي انت عايزاه. على فكره الشوكولاته البيضاء ممكن تحط لها اي لون عندك، ممكن لون بينك، احمر، ازرق، اي لون من اللي هي الالوان المصرح بيها، وتعملي اشكال تانيه والوان تانيه كتير. التزيين على حسب ما تحبي، عندك فرماسيلا حطي، عندك شوكليت شيبس حطي، عندك الخير كله حطي. يعني انا عندي تشكيله كده مميزه من الشوكولاتات والالوانات، يعني حاجه كده وشيكوبون والنجوم والفرماسيلا الالوان وفرماسيلا الشوكولاته. بصي حطي حطي بندق فستق اي حاجه. عايزه شويه سوداني مفيش اي مشاكل، زي ما قلتلك اللي عندك حطي. كل واحد عارف ولاده هو بيحب ايه، ممكن تزودي الشوكولاته، ممكن تزودي الشوكولاته البيضة، الشوكولاته السمراء، كل واحد على حسب ولاده ما بيحبه. كل الكمية دي كانت بكوبايتين ونص من الدقيق، بصراحة رمت معايا كمية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت كان طعمها حلو جدا، والدوناتس مش شارب اي نقطة زيت. جبت ده برضو، اهم حاجة تحط التزيين قبل الشوكولاتة ما تمسك معاكي، لان التزيين ده هو اللي هيثبت فيه. عملت بقى التزيينات دي والشوكولاتات دي والاشكال دي، حاجة كده زي العسل، حلوة وكيوتة وزي الفل. زيني بقى كل واحد زي ما قلتلك براحته ومزاجه. اظن مفيش اسهل من كده وصفة لعمل الدوناتس، سهل ولذيذ وسريع التحضير. قدميه بالشكل اللي انت عايزاه. الالوان دي لعبتك، زي ما قلتلك ممكن تغيري الشوكولاته البيضه تحطي بيها اي الوانات، هتلاقي شكله بقى جنان. اتحداكي تقومي تجربي الوصفه دي، سهله ولذيذه وسريعه التحضير، وفي نفس الوقت كده زي العسل. التقديم زي ما تحبي، قدمي حاجتك بشكل مميز، العين بتاكل قبل البق، وفي نفس الوقت كده ابهري ضيوفك، ابهري اهل بيتك، اعملي اللانش بوكس، اعملي مشروع ليكي، حاجة كده ان شاء الله عظمة على عظمة. بس كده هي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير، وفي نفس الوقت كده شهية كمان. في نهاية الفيديو انا مستنية تعليقاتكم، ومستنية ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.